بقولك ايه ده يا فتحي؟ خليكي في حالك. ما هو طول ما انت جوزي يبقى حالك هو حالي. ايش مين انتي ودخلتي هنا ازاي؟ بس يا بت ما تقول لها يا فتحي انا بقى مين. بالظبط بدري مراتي هم عيالي. عاوزني يا فتحي؟ عايزك قوي. طلق البت دي. انت طالق بالتلاتة. انت طالق بالتلاتة. بتحبني يا فتحي؟ بعشقك. يبقى ترمي البت دي بره باللي عليها. ترمي مين بره؟ انت بره. ايه يا فتحي؟ بره. انت جننت يا فتحي ولا ايه؟ بره. ايه جننت؟ انت مش شايف نفسك ايه؟ نورت بيك يا بدارة. أنا مش فاهم يعني أنت مسافر بعد بكرة واخد شنطتك من دلوقتي ليه؟ علشان إن شاء الله طلع على اسكندرية الأول، عندي شوية شغل وبعد كده أطلع على المطار على اليونان. مفيهاش حاجة يعني. طب ما تيجي هنا وتطلع على المطار من هنا، هي الساعة دي اللي هتفرق معاك يعني؟ والله حبيبتي هتفرق إن شاء الله، أنا مش ضامن ظروفي. أهو والله يا ابني أنا شايف إن سفرية اليونان دي ملهاش أي لازمة خالص دلوقتي، ما ينفعش تبقى أنت وفتح أخوك مش موجودين في نفس الوقت. يابا أنا لازم حتما ولابد أسافر علشان أدور على ابني ضنايا، عايز أشوفه يابا. الدور والباعة الكبير اللي راح يعمل لي شهر عسل من أول وجديد مع ست بدرية. يابا اللي لازم ما يسافرش فعلا هو فتحي مش أنا. أنا كام مرة أجلت السفرية؟ لا قسما بالله ما هعرف أجلها تاني لو طبقت السما على الأرض. يا باي على تحكيم الرأي، خلاص انتوا أحرار، اعملوا اللي انتوا عايزينه. انا من هنا ورايح مش هتدخل بينكم في اي حاجه تاني. لا يا حاج انت لازم تتدخل عشان احمد شايل من اخوه الحاج فتحي، وانا بقولها لك قدامه اهو عشان هو عمره ما هيقول. بقول لك ايه، انا لا شايل ولا حاطط، الله يبارك لك. انا خلاص يا ابو فتحي ده ماليش دعوه بيه. ايه ايه مالكش دعوه بيه يعني ايه؟ جرى ايه يا احمد؟ ده اخوك وانتوا في الاخر لبعض. لا هو في الاخر لبدريه. صدقني والله انا ما بقولش كلام من عندي، دي مجرجراه وسحباه وراها ولا قدامها في كل حته، ده هيجيبنا كلنا الارض والله لا هيركبها فوقنا وهتشوف. خلاص 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 اهدى بس كده يا دكتور، انا منبه عليه ومتفق معاه وربنا ما يجيبش حاجه وحشه. انت رايح اسكندريه على طول دلوقتي؟ لا يابا انا ان شاء الله هتكد دلوقتي على طول على المكتب وبعد كده هسافر، عندي شويه شغل. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. طب وناوي تقعد قد ايه في اليونان بقى ان شاء الله؟ ربنا يسهل. مش عارف يا سميح، ادعي لي بس ربنا يعطرني فيهم. بس اوعى ترجع لي بيها في ايدك يا احمد، انت ترجع ببنتك ولا ابنك وانا احطهم لك في عينيا، انما لو رجعت بيها والله ما هسكت يا احمد وهتبقى مشكله كبيره ومش هيحصل طيب. يوه ما تقطعيش بس يا سميحه، ملوش لازمه الكلام الفاضي ده، ادعي له ان ربنا يجيبه بالسلامه. بدعي له والله بدعي له يا حاج، بس انا حاسه انه متغير اليومين دول ومش عاجبني وعلى طول مسافر. على طول مسافر؟ مسافر بعمل ايه يعني؟ ما انا بشتغل يا سميحه ولا انا بلعب؟ الله اعلم بتشتغل ولا بتلعب. ايوه هلولة. لا انا ساعة ساعتين بس اخلص حاجات في المكتب كده واكون عندك على طول. لا انت اجازة بقى، عايزين نتفسح ونهيص. ساعة بالكتير وابقى ملك ايديك يا اما اجي اقول لك ايه. قولي طيب في ايه؟ في ايه؟ خلصت التليفون ده احمد وخليك معايا. خلصته في ايه مالك؟ مجلة ميدل ايست ماني كاتبة صفحة كاملة بتقول ان شركات الريان خسرت 100 مليون دولار في المضاربة في الذهب. والخبر اتوزع واتنشر في كل الملوك وكل الجرايد. ايوه ايوه ماشي، بس عرفت الكلام ده منين؟ يا اخي زكي توفيق الصحفي كلمني وقال لي، والخبر نازل في جورنال عندهم بكره، وكلمت جميله واكدت لي الموضوع ده، قالت لي ان المضاربه حصلت عن طريق بنك مورجان جارانتي. بجد فعلا يا دكتور الكلام ده حصل؟ ايوه حصل. بس ازاي البنك يطلع معلومات بالسريه والخطوره دي؟ احنا طول عمرنا بنكسب وبنخسر ومحدش يعرف عننا حاجه. محمد احنا لازم نوقف نشر الموضوع ده بأي تمن. تفتكر انا ما حاولتش يا احمد؟ ما انا حاولت وما نفعش. دي تعليمات يا دكتور وجاي من فوق قوي كمان، الصفحه اتوزعت في كل مكان مش هنعرف نلحق عليها. انا قلت لكم ان في اللي بينخرب ورانا وانتوا ما صدقتونيش. كده كل المودعين هيقلبوا علينا الدنيا، ومش بعيد بكره الصبح تلاقيهم في الشركه هنا يكسروها على دماغنا. حاج فتحي فين؟ كلمته كان رايح على مرسى مطروح، قلت له لف وارجع حالا. بص يا حبش لملي كل السيوله اللي ممكن تلمها، ومفيش قرش يطلع لمودع
إلا بإذن مننا شخصيا. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعمله لكم. يا شباب انا اثيل عليك. تعالوا في وسطنا تعالوا يا عمر. يا اسك يا عمر اللي بيرسل انت التزم حدودك لازم تحيينا. احنا ليس لنا علاقه بالامور اتقوا الله. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعمله لكم. عليكم عملتوا فينا ايه؟ ولا الزريبه اللي مالي يا رجل 100 مليون دولار مره واحده. يا ست انت الزموا حضنكم وكل اللي حق هياخده. مش عايزين كلمه. انا بعت شبكه بنتي وحطيت فلوسها عندكم عشان اجهزها وخطيبها فسخ الخطوبة. مش عارفة اعمل ايه. اديت الشبكة لكل الناس. يا جماعة اسمعي فلوسك هتوصلك وكل واحد فيكم فلوسه هتوصله. احنا لا نصابين ولا حرامين. ان شاء الله باذن الله طلباتكم مع الحكام دلوقتي وان شاء الله حينفذوا كل طلباتكم وزياده. لا مفيش حد هياخد مليم واحد. واللي عايز ياخد ملوش غير ارباح بس وفي ميعاد. ما حدش له درع. ما ينفعش يا حاج فتحي ما ينفعش. لازم نرجع للناس فلوسها والا هتفقد الثقه فينا. نرجع للناس فلوسها ازاي يا احمد؟ الله احنا ما عندناش سيوله كافيه تغطي فلوس الناس دي كلها مره واحده. خلاص اللي عايز فلوسه نديها له بس نقسطها. ايوه نقسطها على اربع دفعات او حتى خمسه ونخصم منها كل الارباع كمان. وهو ده العد. ده العد ازاي يابا؟ لا مش عد خالص. احنا كده بنضحك على الناس. احنا مش كده يابا. لا احنا نرجع للناس فلوسها. على فكرة اللي بره دول شوية قليلين قوي بالنسبة للمودعين. لو رجعنا لهم الفلوس بالأرباح كمان صدقوني ساعتها هيرجعوا فلوسهم تاني أو اللي بره هيثقوا فينا. يا ابني الناس لو خدت فلوسها دلوقتي هتفتكر إن احنا عاينين فلوس تحت البلاط. لازم يفهموا إن فلوسهم في السوق شغال وعشان ترجع محتاجة وقت كتير. ماشي ماشي يبقى نديهم معانا. بص بقى الناس اللي بره دي عايزه عقاد نفع يا حاج فتحي والا هيكسروا علينا الشركه. احمد برضه عنده حق يا حاج فتحي. ما الناس دي دافعه الفلوس من عرقها وشقاها. ده دم قلبهم واحنا مش حمل دعوه مظلوم ولا محتاج. خلاص نديهم معاد بعد شهرين كتير قوي. شهرين خلاص يبقى اسبوعين كفايه قوي. وبلاش يابا موضوع نخصم الارباح اللي خدوها قبل كده دي. بقيت المدعين لو عرفوا هتبقى طبلت فوق دماغنا كلنا. ما تخافش احنا عقود بتاعتنا ما تخرش الميه. عندنا بند ان احنا ممكن ما نرجع لهمش الفلوس كمان. الموضوع مش موضوع عقود يا حاج فتحي. الموضوع موضوع ثقه بيننا وبين الناس. الثقه هي اللي خليتهم يدونا الفلوس والثقة هي اللي هتخليهم ياخدوا برضو الفلوس. الثقة عايزين نحافظ عليها. ابوس ايدك. مش ممكن احنا نفضل نكسب ونخسر الناس او نرجع لهم فلوس ناقصة يا بابا. انا هطلع اكلم الناس وهديهم وهاجي. لا 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 استنى استنى انت يا حاج فتحي. خلي احمد اخوك. اطلع انت يا احمد. ولا ما اطلعش ليه؟ انا رئيس مجلس ادارة المجموعة. امال على راسنا من فوق يا حاج فتحي. بس اصلا عايزك في كلمتين مهمين كده. اطلع انت يا احمد. لا بشرط واحد. اشرط يا حاج فتحي. الكلام اللي هقوله لك تقوله بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله. اوعى يكون جايين ساكتين بكلمتين. لحظة يا جماعة لو سمحتوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم.